لحظة دخولك لإمارة أبو ظبي لا يمكنك ألا أن تراه شامخا بارزا بلونه الأبيض الناصع. جامع الشيخ زايد الكبير هو تحفة معمارية لا مثيل لها في العالم، وذلك لتنوعه المعماري وانسجامه بين مدارس العمارة الإسلامية وعلى امتداد العصور الإسلامية المختلفة، لتحقق رؤية الراحل الكبير الشيخ زايد ليغدو هذا الصرح الديني مرجعا في العمارة الإسلامية ويجسد رسالة الإسلام في التسامح والتنوع. كانت رؤية المغفور لها الشيخ زايد بن سلطان أن هي طيب الله ثراه في إنشاء صرح معماري ليكون بمثابة رسالة موجهة للعالم أجمع بأن الدين الإسلامي الحنيف هو دين التسامح والانفتاح على الآخر. لذلك كان هذا المعلم العمراني الكبير الذي نراه اليوم شاهدا على الأعمال الخيرة التي قام بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان أن هي طيب الله ثراه. هذا الجامع يستقطب آلاف الزوار من كل أنحاء العالم، وذلك لتنوع وفرادة كل ركن منه، فقد تم بناء الجامع على مساحة تتجاوز 22 ألف متر مربع، يضم مجموعة مختلفة من التحف والفنون من شتى أنحاء العالم. قبابه التي يصل عددها إلى 82 قبة، والتي تقع أكبرها في منتصف القاعة الرئيسة، والتي تعد الأكبر من نوعها في العالم، مكسوة من الخارج بالرخام الأبيض النقي. كان هناك اهتمام بأن يكون الجامع بأن يعكس الجامع انفتاح الثقافتين العربية والإسلامية على العديد من دول العالم. لذلك الزائر لهذا الصرح العظيم يلاحظ التنوع الذي تم إدخاله على عناصر الجماليات العمارة الإسلامية في الجامع. أما من الداخل أشكال أخرى من الإبداع، فيضم الجامع أحد أكبر الثريات في العالم، ويحوي أكبر سجادة في العالم مصنوعة يدوياً تغطي مساحة 7000 متر مربع، شارك في نسجها نحو 1000 حرفي. يزخر الجامع بالعديد من الطرز الإسلامية، على سبيل منها الطراز الأندلسي والفاطمي والعثماني والمملوكي أيضا. كذلك تم إدخال العناصر التي استخدمت في بناء الجامع منها العديد من دول العالم كإيطاليا ومقدونيا والصين والهند وتركيا، بالإضافة إلى ألمانيا وفرنسا والعديد من دول العالم. صمم نظام الإضاءة القمرية للجامع الفريد من نوعه ليعكس المراحل القمرية المختلفة، ويتضح ذلك من خلال انعكاس الإضاءة على الواجهة الخارجية للجامع وعلى القباب والممرات، حيث تختلف الإضاءة من يوم لآخر حسب حركة القمر طوال الشهر. ففي بداية الشهر عندما يكون القمر هلالاً تكون الإضاءة خافتة، ومع نهاية الشهر عندما يكون القمر بدراً تصبح الإضاءة المنعكسة على الجامع أكثر سطوعاً، لتشكل بذلك لوحة فنية مبدعة تخطف الأبصار. لم يغفل القائمون على الجامع عن الجانب الثقافي والتوعوي، فالجامع يضم مكتبة متخصصة بفنون العمارة الإسلامية تضم العديد من الكتب والمخطوطات النادرة، ليكون الجامع بذلك دار عبادة ومركزا ومنارة للعلم الذي يشيع بروح الإسلام السمح. هذه المكتبة تحتوي على أكثر من 7700 إصدار. هذه الإصدارات تشمل نحو 13 لغة عالمية. أيضا يسخر الجامع بالعديد من الأنشطة الثقافية الأخرى، منها على سبيل المثال أيضا جائزة فضاءات من نور للتصوير الضوئي، والتي تقام للعام السادس على التوالي. أيضا هناك برامج لإعداد المرشدين الثقافيين في الجامع. Thank you.
سنوات طويلة من العمل المتواصل أخرجت هذه التحفة الفنية التي تجمع هيبة وقدسية المكان وتبرز جمال الفن الإسلامي. أراد الشيخ زايد لهذا المعمار الديني أن يكون صرحاً إسلامياً يعبر عن روح وقيم الإسلام وأن يكون مركزاً للعلوم الإسلامية. لبرنامج مراسل النيل، بشار التميمي، أبوظبي. سنوات طويلة من العمل المتواصل أخرجت هذه التحفة الفنية التي تجمع هيبة وقدسية المكان وتبرز جمال الفن الإسلامي. أراد الشيخ زايد لهذا المعمار الديني أن يكون صرحاً إسلامياً يعبر عن روح وقيم الإسلام وأن يكون مركزاً للعلوم الإسلامية. لقناة النيل، بشار التميمي، أبوظبي.